السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم في مطبخ وصفاتي. وصفتنا اليوم ان شاء الله غتكون وصفه مميزه سهله اقتصاديه وسريعه في التحضير. يعني حبه ديال البطاطا واحده غتخرج واحد الكميه كبيره. المهم خليكم مع الوصفه وطريقه التحضير. قبل ما ندوزوا للوصفه ما تنساوش الصلاه والسلام على رسول الله، كثروا من الادعيه والاستغفار، فبالادعيه والاستغفار ان شاء الله ربي يرفد عنا هذا البلاء. قولوا امين يا رب العالمين. ودابا ندوزوا للوصفه وكيفيه التحضير. بسم الله. بالنسبه للمقادير غنحتاج حبه كبيره ديال البطاطا، ويمكن لكم ديروا جوج حبات متوسطين يعني حبات صغار. بالنسبه للحبه ديال البطاطا انا سلقتها في الماء ومن بعد قشرتها. دابا غندوزوا للكيفيه ديال التحضير. بسم الله. اول حاجه نقطعوا الحبه، يمكن لكم تمعسوها يعني بالمعسه ديال البطاطا، يمكن لكم تطحنوها هكا في المولينيكس ولا الطراب الكهربائي، يعني كيبقى على حسب الاختيار ديالكم. وبالنسبه للحبه ديال البطاطا يعني خصها تكون طايبه يعني هاريه من الافضل، باش هكا ملي يجيو نمعسوها يعني تتماس معنا بسهوله. بسم الله. غنوضع القطع ديال البطاطا في مولينيكس ولا الطحانه الكهربائيه. بالنسبه للحبه ديال البطاطا يعني مازال سخونه شي شويه، يعني ما نخليوش الحبه ديال البطاطا حتى تبرد. بسم الله. نبدا نطحن. وهذا هو الشكل ديال البطاطا من بعد ما طحنتها. كما كتلاحظوا معايا يعني كنطحنوها حتى كتولي كريمه بهذا الشكل. يعني لما كنتوش هكا متوفرين على المولينيكس يعني الطراب الكهربائي، يمكن لكم يعني فقط بالمعسه ديال البطاطا يعني تمعسوها مزيان باش ما يبقاش فيها داك الحبيبات. دابا غنضيف له واحد القطعه ديال الجبن المثلث. بالنسبه للجبن فهو كيعطي واحد المذاق هائل للبطاطا، يعني كنصحكم تجربوه. وغنضيف شويه ديال الملح، والملح دائما كتبقى حسب الذوق. يمكن لكم تضيفوا يعني جميع العناصر في المره الاولى ولا تضيفوها يعني فيما بعد كما حبيتوا. ورجع نطحن مره ثانيه. بالنسبه للكاس ديال مولينيكس انا كعمر معي في هذه المرحله، لهذا اضطريت نقص منه شي حاجه باش تطحن معي البطاطا. بسم الله. بسم الله. وهذه هي البطاطا كما كتلاحظوا معايا بعد ما ضفت لها الجبن، هذا هو الشكل ديالها. دابا مباشره غنوضعها في الاناء ولا في شي زلافه. كما كتلاحظوا معايا فهذا هو القوام ديال البطاطا بعد ما طحنتها، كتولي يعني على شكل كريمه على هذا الشكل. دابا غنحتاج ملعقتين كبيرتين من النشا يعني دقيق الذره، يمكن لكم تستخدموا النوعيه اللي حبيتوا. المهم انا فقط بغيت نوريكم العلبه، اللي ما كيعرفش يعني النشا ولا المايزينا ولا دقيق ديال الذره فهو عنده بزاف ديال الاسماء. المهم هذه احدى العلب. بسم الله. نضيف الملعقه الاولى. بالنسبه للمعالق يعني كنعمروهم، والملعقه يعني ملعقه تكون كبيره يعني تقريبا كتهز هكايا 30 غرام. ونحركو. دابا غنضيف الملعقه الثانيه، ودائما بالنسبه للملعقه تكونوا عامرين وملعقه كبيره كما كتلاحظوا. كما ذكرت لكم الملعقه خاصها تكون كتهز 30 غرام، يعني على الاقل تكون هكايا كتهز 30 غرام، يعني في المجموع غيكون عندنا 60 غرام. ونخلطوا العناصر جيدا يعني ندخلوا هذه الكميه ديال النشا في البطاطا. بالنسبه للنشا فهو كيجيب البطاطا مقرمشه من الداخل، يعني فهو افضل من الدقيق، لهذا من الافضل يعني تضيفوا النشا، لان الدقيق يعني كيجيب هكا شويه فيها الزيت من الداخل، لهذا من الافضل يعني ديروا النشا. وهذا هو الخليط بعد ما اصبح جاهز، وهذا هو القوام ديالو. دابا غنوضع البطاطا في الثلاجه، يعني انا غنوضعها في المجمد يعني في الفريغو تقريبا كامل 15 دقيقه حتى 20 دقيقه. الا كان هكايا عندكم الوقت يمكن لكم تحطوها فقط في الجهه السفليه ديال الثلاجه يعني لتحت، وتخليوها تبرد على خاطرها يعني جوج سوايع ولا ثلاثه سوايع يعني حتى تبرد. المهم دابا انا نخلي البطاطا حتى تبرد ونرجع معكم مره ثانيه. هذا هو القوام ديال البطاطا بعد ما خرجتها من الثلاجه، يعني فقط وضعتها 15 دقيقه كيصبح القوام ديالها على هذا الشكل. وكنقيسوها هكا بالاسبوع ديالنا كنلقاوها بارده. المهم هذا هو القوام ديالها. دابا مباشره غندوزو لكيفيه القلي. في مقلاه اللي وضعت فيها يعني كميه ديال الزيت، ونخلي الزيت هكا حتى يسخن باش نعرفوا هكا الزيت سخن ولا مازال. كنوضعوا هكا شويه ديال البطاطا. كما كتلاحظوا معايا الزيت راه سخن في هذه المرحله، يعني كنقصوا النار ما كنخليوش الشعله يعني مجهده. بالنسبه للبطاطا انا وضعتها هنايا في جيب الحلواني، وانتم يعني ما كانش متوفر عندكم يمكن لكم ديروا هكايا بلاستيك وتقبوا هكايا تقبه صغيره. بسم الله.
بسم الله. دابا غنبدا ندير هكايا حبات نجي في مقص نديرو في الزيت ومن بعد نحرك. بالنسبة للقطع يعني انتم تحكموا في القطع واش بغيتوهم كبار ولا صغار، يعني طوال ولا ماشي طوال. دائما المقص كندير في شويه ديال الزيت بالنسبه للمرحله ديال القلي فهي مهمه، خصنا يعني نحاولوا ما نحرقوش الحبات، لهذا نقلبوهم. بالنسبه للشعله خصها تكون الشعله محافظه، لان هاد البطاطا يعني لا غير كطيب ولا محتاج يعني حقا ديال الطياب يعني غتحرق. وبنفس الطريقه كنكمل دائما نحاول كنخبط القطع باش ما يحترقوش. بسم الله. بالنسبه لهاد الحبه راه طابت وضعها كاين فشي طبسيل، من الافضل ديروا كاي الورق اللي كيكون ناشف. نحيد الحبات اللي طابوا بالنسبه لهاد الورق فهو كيمتص داك الكميه ديال الزيت. بنفس الطريقه غنستمر يعني دائما كنقلب الحبات وما نخليهمش يتخطفوا ولا يحترقوا. الشعله كتكون شعله مهيله ما تكونش ناقصه بزاف، وفي نفس الوقت هكا ما تكونش مجهده بزاف، يعني عافيه هكايا معدله. الا بان لكم هكايا الزيت سخان وبدا هكا كيغلب عليكم يعني كنرجعوا هكايا نقصوا الشعله ونخليوه هكا حتى تنخفض الحراره ديال الزيت ونرجعوا ثاني نجهدوا شي شويه، وكنستمروا بنفس الطريقه حتى غنكمل الحبات اللي عندي. وهذا هو الشكل النهائي ديال البطاطا بالخلاط الكهربائي. كما كتلاحظوا معايا كتجي محمرة وفعلا كتستحق تجربة، يعني ما كتجيش هكايا معجنة من الداخل ولا حتى حاجة. وحتى بالنسبة للقرمشة يعني كتبقى مدة طويلة، وخا كتبرد البطاطا فهي كتبقى مقرمشة. بسم الله. كما كتلاحظوا معايا هي الحبة وكتجي خاوية من الداخل. بالنسبة للسرد هاد البطاطا يعني باش تجيكم بنفس النتيجة، اول خطوه خاصها تكون الشعله ديال البوطه يعني متعادله ما تكونش ناقصه بزاف وما تكونش مجهده بزاف باش هكا البطاطا طيب لنا على خطره وما تحرقش. والنقطه الثانيه ما ديروش الطحين، لان الطحين يعني كيجيبها معجنه من الداخل ماشي بحال النشا، يعني باش تحصلوا على بطاطا مقرمشه من الضروري ديروا النشا. بسم الله. دابا غندوق وتشوفوا القرمشه ديالها. كما لاحظتوا معايا فهي البطاطا كتجي مقرمشه، وخصوصا داك النكهه ديال الجبن فهي كتجي رائعه. نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم وتجربوها. وهكا احبائي نكون وصلت النهايه ديال الفيديو، نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم وصفه اليوم وتجربوها. واهم حاجه يعني التزموا نديروا يد في يد، نقصوا في الديار ديالنا ونقضيو داكشي اللي عندنا، يعني داكشي اللي كتب الله. يعني الا كانت هكا شي حاجه ضروريه يعني نخرج نجيبوها، كانت هكا غير اشياء عاديه يعني نقضيو بلا بها حتى يحل الله. المهم هكايا نكون وصلت النهايه ديال الفيديو، نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم وصفه اليوم وتجربوها. اذا عجبتكم الوصفه كما العاده ما نساوش شاركوا الفيديو مع الاهل والاصدقاء. اذا كنتو جداد عندي في القناه اشتركوا في القناه باش توصلوا دائما بكل جديدي. دوم قليلا ودعكم، نتلاقى ان شاء الله في فيديو اخر فكره ثانيه. مع السلامه.